عايز ادخل على طول بقى مع حضراتكم في الموضوع وخلاص، لان احنا بنتكلم في 48 ساعه تقريبا على مباراه، يعني زي ما بيسميها البعض كده. امبارح قريت العنوان ده، الناس مسمينها مباراه عنق الزجاجه. فعلا ممكن تكون كده فعلا في المشوار طبعا الافريقي للاهلي، الموسم الحالي اللي بنشاهده والموسم المختلف. خلينا برضو نقول يعني توقعات مفيش، ان انت تقول مثلا مستوى معين لفرقه معينه مش موجوده، مفيش اي حاجه ممكن ان انت تتكهن بيها وتطلع صح. الارض او اللعب على الارض مختلف تماما، بيوري حاجات كده زي ما بيتقال عليها مفاجآت. هنلعب على كل حال مع المريخ السوداني، مباراة طبعا في الجولة الخامسة يوم الجمعة بإذن الله، تحت شعار لا بديل أكيد عن الفوز من أجل التأهل والصعود. يعني لأن أي نتيجة بتهيألي تانية غير الفوز ما أعتقدش أن هي ممكن تكون يعني جيدة، وممكن يكون للأسف الشديد عواقبها كمان وخيمة جدا على مشوار الفريق، وإحنا مش عايزين ده أبدا في الموسم الحالي. طيب ليه احنا بنأكد وبنتكلم في النقطة دي وبنحذر، وبصراحة هنحذر كمان بصوت عالي، لأن التارجت الحقيقي للنادي الأهلي واللي احنا كلنا بنأمله على كمان فكرة هنا مدار التاريخ، إن هو يكون في منصات التتويج. حتى لو هنتكلم ان ده يعني ما حصلش، على الاقل احنا يكون الاهلي في النهائيات. يعني احنا لو ده ما حصلش عايزين نكون في النهائيات بشكل كمان مستمر. يعني انا ماليش علاقه، برضو خلينا نتكلم ومنتهى الصراحه، ماليش علاقه بغيري، ما حدش يقول لي مثلا في فرق مش بتوصل للدور اصلا ربع النهائي وبتقعد سنه واثنين وثلاثه واربعه، انا ماليش دعوه. انا لما اجي اتكلم بتكلم عن نفسي، انا فريق الاهلي، اعتقد ان انا بالتاريخ بتاعي يثبت لي او يحق لي ان انا اقول انا ملك القاره. وعلى مدار التاريخ الحديث لو هنتكلم يعني نتكلم بنسبة الأرقام القياسية كمان، فدي حاجة بتثبت كلامنا مش مجرد شعارات. ولو رجعنا كمان أعتقد لأكثر من نسخة تحديدا في دوري ابطال افريقيا، هتلاقي ان عندك كمان مساله فكره هنا الصعود اول او ثاني اصلا المجموعه مش بتفرق ابدا في منافسه الفريق على البطوله والفوز بيها. طيب هل حصلت قبل كده؟ حصلت قبل كده فعلا، بدل المره اثنين وثلاثه كان اخرهم الموسم اللي فات لحضراتكم فاكرين، لما صعدنا خلف سيمبا التنزاني واخذنا البطوله، والموسم كمان اللي قبله لما صعدنا خلف النجم طبعا الساحلي وكانت مباراه قويه جدا وبرده اخذنا البطوله. موضوع التأهل ده أعتقد كتاني المجموعة ما بيهمش أبدا، لكن المهم دلوقتي نفكر في مسألة هنا التأهل، لأن الوقت أعتقد زي ما حضراتكم عارفين وكلنا عارفين مضغوط جدا، الأمور صعبة جدا تقريبا كده. لو هنتكلم برضو لعيبة الأهلي بقالها مش موسم، لا بقالها موسمين كاملين، يعني ما اخدوش اي فتره راحه كافيه. يعني بياخدوا يوم اتنين تلاته، لكن بنتكلم عن فتره راحه كافيه تقدر ان انت تعمل ريفرش لنفسك، لا ده ما حصلش، خصوصا طبعا لو هنتكلم عن اللاعبين الدوليين. فربنا يسهلها ويعديها ان شاء الله الفتره المضغوطه دي على خير، ونقدر ان احنا نحقق ما يليق حقيقي باسم وجماهير النادي الاهلي. طيب في حاجه برضو عايزه اقولها لحضراتكم، واعتقد هو امر في منتهى الخطوره، عشان كده عايزين تاني الفترة الحالية أعتقد هي فترة جمع النقاط، لأن الموضوع ده أو خليني أتكلم بمنتهى الصراحة برضو، احنا عارفين او بيفرق معانا جدا فكره ان انت تعمل اداء رائع على الملعب وفي نفس الوقت تبقى نتيجه مشرفه. ولكن لو تسمحوا لي انا هيبقى ليا راي مختلف شويه. لو هنيجي نتكلم، احنا ممكن ان احنا الفتره دي لا ننتظر الاداء يعني الافضل او اللي احنا واخدين عليه، لان احنا عايزين او خلينا نقول مثلا بنفس المستوى اللي احنا نعرفه، لان في ظروف في عوامل كتيره جدا ممكن ان هي تخلي اصلا شكل الفريق اقل من المستوى المطلوب. يعني انت لازم تبقى برضو وانت بتطلب من الفريق بتاعك او الفريق اللي انت بتشجعه مطالب معينه او مستوى معين او حاجه تليق بالوضع اللي انت عارفه عنه والتاريخ اللي هو بيحمله، ده شيء يعني مشروع جدا. ولكن علشان اطلب ده لازم تكون الظروف برضو مناسبه، ما اقدرش ان انا اطلب ده من فريق والظروف واجواء محيطه بيه صعبه جدا. فاعتقد لو احنا هيكون عندنا نوع من الذكاء ان احنا نعدي المرحله دي، وبعد كده هيكون طبعا في فتره توقف، وفتره التوقف دي بقى بعد كده الدولي طبعا علشان عندنا ماتشين السنغال تحديدا، بعد كده نبتدي نفكر كويس احنا عايزين ايه بقى من الدوري ودوري ابطال افريقيا، ونبتدي نتكلم فيه طبعا الاداء المشرف والنتيجة المشرفة.